حلقة جديدة من برنامج تفضلوا عندنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل رز صيني وهنعمل كمان دبابيس بتتبيلة السمسم وهنعمل بافلو وينجز. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم معايا. هنعمل دلوقتي اول وصفة وهي دبابيس الفراخ بتتبيلة السمسم. عبارة عن ايه؟ عبارة عن دبابيس فراخ. طبعا كل واحد يجيب الكمية اللي هو تناسبه، مية بصل، جوزة الطيب، حب فلفل اسود، جنزبيل فريش مبشور، كمان مكعبات من الفلفل الاخضر، جنجر مخلل اللي هو عبارة عن جنزبيل بيبقى متخلل وده يتباع عادي جدا في اي سوبر ماركت، ثوم مفروم، زعفران، زيت سمسم، خل تفاح، صويا صوص، سمسم وحبة البركة، وكمان زبدة سويت اند ساور وسويت اند شيلي. انا عارفة ان المكونات كتيرة قوي بس في الاخر بتدينا طعم حلو جدا. تعالوا مع بعض بقى نتبل دبابيس الفراخ نشوف هنتبلها ازاي. هنحط اول حاجة مية البصل، خلاص، مع جوزة الطيب معلقة، مع خل التفاح، مع زيت السمسم، الصويا صوص، السويت اند تشيلي، هسيب بس كده معلقه، والسويت اند ساور، خلاص، والزعفران، وهحط هنا المعلقة من الثوم المفروم بس، وهقلب بقى ايه كويس قوي. هبتدي بقى احط انا ما حطيتش الجنزبيل، معلقه كبيره من الجنزبيل. لو احنا هنعمل اكتر من كيلو دبابيس، لو احنا عملنا كيلو واحد بس نحط معلقه صغيره عشان بس ايه ما يمررش. خلاص نحط بقى كده الدبابيس، عايزه اقول لكم بتطلع طعمها جميل جدا، وطبعا كل ما نتبلها كل ما هتدينا نتيجه حلوه. يعني التتبيله دي لو قعدنا بيها ليله كامله في الثلاجه هتطلع لنا نتيجه حلوه قوي قوي، بالذات لو احنا اصلا عاملينها عشان جايلنا ضيوف، والاطفال كمان بتحب الدبابيس جدا. عايزه اقول لكم بيحسوا كده ان هما بيبقوا مبسوطين وهما بياكلوها. ابتدي كده بقى اقلبها، بس وهسيبها بقى ايه في التتبيله كده شويه عقبال بقى ما نعمل ايه، ما نعمل الرز. خلاص مقادير الرز اللي هنعمله النهارده هو رز تشاينيز او رز صيني، عباره عن رز ابيض عادي، وممكن طبعا نعمله برز كمان بسمتي، كرومب احمر وابيض، وجزر مبشور، بيبي كورن، بسله، شرايح البصل، حبه البركه، صويا صوص، زيت السمسم. خلاص اول حاجه هعملها ان انا هحط الزيت، هحط
وهرش عليه كده رشه فلفل اسود مع معلقه من الثوم المفروم. وهقلب كده هبتدي احط بقى اول حاجه الجزر. احطه كده مع الثوم المفروم وهقلبه. بس وهسيبه لحد ما يتشوح. هبص هنا بقى كده هنحط الزيت وهبتدي بقى احط الفراخ. بس هرجع بقى تاني كده للجزر هسيبها بقى ايه لحد ما تتحمر كويس قوي. اول ما تتحمر هبتدي بقى احط معاها بقيه المكونات وهحط كمان الصوص اللي احنا تبلناها فيها. اهو الجزر كده اسيبه يتشوح هبتدي احط له بقى الكرنب الابيض مع الاحمر. هو اصلا لونه موف يعني بس انا مش عارفه ليه بيقولوا عليه كرنب احمر. هقفلها كده بس وهقرب بس البصل والبيبي كورن. لو ما لقيناش البيبي كورن ده ممكن نحط ذره عاديه. شايفين البيبي كورن عامل ازاي؟ ممكن نحط مكانه دورة عادية لو احنا لقيناه مش متوفر. نبتدي بقى نقلب الفراخ كده بس اتأكد ان الناحية دي اتحمرت. بس وابتدي احط الصوص ده كده عليها. بس هسيبها بقى لحد ما تستوي والصوص ده يتبخر ويتقل خالص. ابتدي بقى اشوف كده الكرنب مع الجزر. طيب ابتدي احط البيبي كورن واحط كمان البصل كده وهجيب الزبدة وهحط. شايفين انا قسمتها ازاي عشان هقولكوا هنعمل ايه بالكرنب ده لما يتشوح كويس قوي. هشيل شويه من الكرنب ده على جنب عشان هستخدمه في حاجه تانية. هنقفل كده بقى الحله لحد ما تتشوح خالص ونستنى كمان الفراخ ما تستوي. نطلع فاصل نرجع تاني خليكم معايا.
رجعنا تاني بعد الفاصل. كل اللي انا عملته ان انا شلت شويه من الكرنب والجزر حطيته كده في طبق خارجي، وحطيت الرز وسايباه يتشوح، وبعد كده هنحط الميه. تعالوا بقى مع بعض نشوف البافلو وينجز بتتعمل ازاي. معانا هنا هوت صوص وصوص باربيكيو ترياكي صوص، كمان في دقيق ذره وزيت سمسم، بصل اخضر اجنحه، وفي كمان السويت اند ساور وسويت اند شيل. هنحطهم كده كده، وهحط كمان الترياكي صوص وحبه صغننين من الصويا صوص. الصويا صوص طالما حطيناها بتغني عن الملح، عشان بس ايه ما نحطش ملح عشان ما تبقاش حاده قوي. الهوت صوص وللاسف هي ما بتتاكلش غير سبايسي، يعني لو مش سبايسي مش هتبقى حلوه حتى لو نحط حبه صغننين قوي. والباربيكيو صوص كده، ونقلب. حط كده حبة من الزعفران، نقلب. احط دي الذرة واقلبه كده. هجيب بس حبة مية كده صغننين، احط تاني لغاية ما احس انها بقت سايلة شوية، بحيث ان انا احط فيها الاجنحة. نحط كمان شوية ابص كده على الرز، ابتدي بقى احط المية، واحط كمان حبة صغننين من الصويا صوص، ومعلقة كمان من زيت السمسم، وهقلب كويس قوي. احط له ملح، بس وهسيبه بقى ايه لحد ما يستوي. ابص كده على الدبابيس،
شايفين الصوص ابتدى يتقل ازاي؟ ابتدي بقى احط معاه السمسم وحبة البركة والحبوب بالفلفل الاسود بس. ارجع بقى كده للاجنحة، احنا ممكن نتبل الاجنحة قبل ما نحطها في خل تفاح او خل عنب مع مية بصل لو انتوا حابين تتبلوها. تعالوا بقى نعمل دلوقتي الدريسنج اللي بيبقى حلو قوي لما بناكله مع البافلو وينجز او حتى الدبابيس اللي احنا عاملينها، عبارة عن مايونيز وساور كريم وجبنة راكفورد وبصل اخضر. الساور كريم دي ممكن تتبدل بزبادي، ممكن تتبدل بلبنة، بيدوا يعني نتيجة شبه بعض لو مش متوفر الساور كريم، بس هي احلى طعم بالساور كريم. اول حاجة نحط كده الجبنة الراكفورد واهرسها كويس قوي، وبعدين احط معاها معلقتين كبار من المايونيز احط الساور كريم ممكن بمضرب يدوي وممكن نعملها بمضرب البيت كمان. احط كده شوية من البصل الاخضر بس، وهحطها عشان نقدمها، وطبعا بتتاكل ساقعة، يعني لو عملناها ولسه مش هناكل دلوقتي نحطها في التلاجة لحد ما نقدمها. بصي كده بقى على التشيكن وينجز اهي، ابتدت البافلو وينجز ابتدت اهي، طيب عقبال بقى نغرف بقيه الحاجه كده ممكن نغرف ده. بحط كده الفلفل الاخضر ابتدي احط بقى الجينجر المخلل، نحط كده الصوص بتاعه كده عليه،
بس وكده الطبق بتاعنا خلص. تعالوا بقى نشوف البافل وينجز اخبارها ايه. شايفين بقى دي الاجنحه اللي بعد ما طلعت وقليناها. هنا في سويت اند تشيلي وسويت اند ساور، هنحط معاهم صويا صوص، وهنحط معاهم زيت سمسم، وهنقلب كده كويس قوي. خلاص هحطهم الاول، هحط كده شويه هنا من الكرنب، وبعدين هحط الاجنحه، بس وهحط كده الصوص عليه. كده وعليه كده بصل اخضر بس وجاهز للتقديم. ابتدي بقى اغرف الرز. الرز ده في حالة ان احنا مش عاملين الاكل ده هنحط عليه حبة البركة، لكن لو احنا عاملينه عشان بس ايه في دبابيس الفراخ عليها حبة البركة وسمسم فمش هنحطه، لكن لو احنا عاملينه لوحده يعني عاملينه لوحده مع اي وجبة تانية هنحط عليه حبة البركة. خلاص وكده الرز خلص. ونمسح بس كده الحاجات اللي طالعة. وكده كمان البافل وينجز خلصت. ممكن نحط هنا كده شوية بصل اخضر. وكده خلصنا حلقة النهاردة بتاعت التشاينيز زي ما انتوا كنتوا طالبينها بالظبط. عملنا ايه؟ عملنا دبابيس الفراخ اللي بالسمسم وحبة البركة، وعملنا كمان البافل وينجز بالصوصات الكتير اللي شفتوها، ترياكي وسويت اند تشيلي وسويت اند ساور، وعملنا كمان الدريسنج بتاع الجبنة الريكفورد، وعملنا رز التشاينيز. يا رب تكون الوصفات كلها عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.